في البداية صلوا بينا على النبي، بيبدأ فيلمنا في الريف، وبالليل بنلاقي مخلوق سحري بيجري في مزرعة القمح، بيدمر نص المحصول وبيختفي، وتاني يوم بيصحى صاحب المزرعة بيلاقي محصوله اتدمر تماما، فبينادى على ولاد التلاتة وبيقول لهم إن في حيوان غريب هو اللي دخل وعمل كده، ولازم واحد منهم يحرس المزرعة بالليل، يا إما المحصول كله هيتدمر تماما. وبعدين بيسيبهم ويمشي، فبيتجمعوا الولاد التلاتة وبيتفقوا على إن إيفن هو اللي هيحرس المزرعة عشان هو أصغر واحد فيهم ومش متجوز، فبيوافق طبعا إيفن وبيحرس المزرعة طول الليل، وبيجهز حبل عشان يمسك الحيوان اللي بيدمر المزرعة. وفجأة بيسمع صوت غريب، فبيبص وراه بيلاقي حصان ضخم جدا، وبيعرف إن هو ده الحيوان اللي بيدمر المزرعة، بيقف عليه الحبل وبيمسكه وبيجي في رقبته، لكن بيشده طبعا جامد وبيجري الحصان وكان هيوقعه، وبيسحب طبعا ايفن معاه، وبيكون ايفن ماسك في الحبل ومش عارف يسيبه ازاي، لان الحصان بيجري بسرعة كبيرة جدا ولو ساب الحبل هيتأذي جامد. وفجأة الحصان بينور نور قوي ومش عادي، وبيعرف ايفن ان ده كائن سحري وبيحاول يوقفه، لكن بيجري بسرعة كبيرة جدا عشان يبعد عنه، لكن بيفقد الحصان توازنه وبيقع في المية. وبعدين ايفن بيساعده قبل ما بيغرق، فبيربط الحبل في الساقية وبيشده لحد ما بيخرج، وبعد كده بيفك الحبل من رقبته وبيقوله ما يدمرش المزرعة بتاعتهم تاني، فبيقف الحصان على رجليه عشان يعبر له عن شكره وبيسيبه بيمشي. وتاني يوم بيبقى نايم ايفن في الاسطبل، وبيصحى من النوم على صوت غريب، بيلاقي حصانين واقفين، وبعدين بيظهر حصان صغير جدا اسمه كانيو، وبيقول لإيفن ان هو ابن الحصان السحر اللي انقذه بالليل، وان والده بعت له الحصانين دول هدية عشان انقذه. وهنا بنشوف ولد إيفن متعصب لانه بيلاقي محصول القمح كله اتدمر، وبينادي على إيفن عشان يعاقبه لانه طبعا هو المسؤول عن حراسة المزرعة، فبيخاف إيفن من والده وبيكون عاوز يهرب، فبياخد الحصان على ظهره وبيجري بيه وبوديه مكان بعيد عن المزرعة. فبيتفاجئ ايفن انه سريع جدا، وبيقول له هو نسي الحصانين اللي كانوا هدية من والده، فبيستخدم كانيو قدراته السحرية وبيصفر لهم، فبيروحوا له بسرعة. وبعد كده ايفن قرر انه يروح السوق ويبيع الحصانين اللي معاه ويدي الفلوس لابوه تمن المحصول القمح اللي اتدمر. ولما بيوصل كل الناس في السوق بيكونوا مبهورين جدا بالحصانين وبشكلهم الجميل، فكان بيشاور لإيفن على راجل فقير جدا وبيقول له يبيع دول لي، لكن إيفن بيبص على قصر الملك وبيقول لكانيو إنه عاوز يبيعهم للملك لأنه بيحبه جدا ونفسه يقابله. وفي الوقت ده بيبقى واقف الملك في الشباك وبيشوف الأحصنة وبينبهر بيهم وبجمالهم وبينزل عشان يشتريهم، فبيقول الملك للوزير بتاعه إن شكل إيفن ده فقير جدا وأكيد سرق الأحصنة دي، فبياخدهم منه بدون مقابل وبيهدده انه لو اتكلم هيقتله. فبيعرف ايفن ان الملك ده شخص ظالم جدا وبيستولي على حاجات الناس بدون وجه حق، فكان يستخدم قدراته السحرية وصفر الأحصنة تاني وبيجوا ويجروا عليه بسرعة وبيرجعوا لايفن، فبيجروا الحراس ورا الأحصنة وبيسيبوا عربية الملك، فبيتقلب على شكاير الدقيق وبيضحك عليه ايفن قدام الناس، فبيتضايق الملك جدا منه وبيكون عاوز يعاقبه لكن ما بيرضاش عشان سكان المدينة واقفين وشايفين كل اللي بيحصل، وبيضطر يدفع لإيفن فلوس مقابل الأحصنة عشان الناس ما يعرفوش انه ملك ظالم. ولكن بيتفاجئوا ان إيفن بيقوله انه مش عايز فلوس وانه هيديله الأحصنة دي مقابل انه يشتغل عنده، فبيقرر الملك انه يشغله عنده حارس في القصر عشان ينتقم منه على اهانته ليه، وانه ضحك عليه قدام الناس لما وقع الدقيق. ولما بيرجع القصر بيشوف ايفن وهو في الاسطبل، فبيفكر في خطة عشان يتخلص منه، فبيقترح عليه الوزير بتاعه ان يكلف ايفن بمهمة صعبة جدا ويعدمه قدام الناس لو ما عملهاش بتهمة عدم تنفيذ اوامر الملك، والمهمة دي انه يجيب طائر العنقاء، والطائر ده اسطوري وعمر ما حد شافه اصلا، الكل بيسمع عنه. فبيتعجب هنا الملك باقتراح الوزير بتاعه وبيبلغ ايفن بالمهمة بتاعته، وبعد كده بيستعد ايفن لمهمته بكل حماس، فبيقول لكانيو انه لازم يجيب طائر العنقاء لانه لما جابهوش الملك هيعدمه،
فبيقول له كانيو انه ما بيحبش الملك ده لانه ظالم وبيستولي على املاك الفقراء، وبيعرفه ان المهمة صعبة جدا لان طائر العنقاء قوي جدا وعنده قدرات سحرية وبيقدر يتحكم في النار، فبيطلب منه ايفن انه يساعده في المهمة دي يا اما الملك هيعدمه، وبيوافق كانيو. وبعدها بيروح للغابة عشان يجيبوا فاكهة، والفاكهة دي فاكهة الجوز اللي بيحبها طائر العنقاء، وبيقترح عليه كانيو انه يحط المخدر في الفاكهة دي عشان اول ما الطائر ياكله يغمى عليه ويعرفوا يمسكوه. وبعدها بياخد الفاكهة وبيروحوا للمكان ده اللي فيه الطائر، وبيرمي ايفن الفاكهة على الارض، فبيشم الطائر ريحتها وبيخرج من تحت الارض عشان ياكلها. وبعدها بيفقد الوعي بسبب المخدر الموجود في الفاكهة، فبيروح ايفن عشان يطرده، لكن فجأة بيفوق الطائر وبيجري وراه، فكانيو بيدافع عن ايفن وبيضرب الطائر ده وبيهربوا هما الاتنين بسرعة، لكن الطائر بيجري وراهم وبيحاصرهم. ولما بيشوف فاكهة مع ايفن بيشاور له عشان يديها له، فبيرميها له ايفن على الارض، واول ما العنقاء بياكلها بيفقد الوعي تماما وبيقع في المية. فايفن بيستغل الفرصة وبيربطه بسلسلة عشان ياخده للملك، لكن فجأة ايفن بيلاقي العنقاء بيعيط وحزين، فبيصعب عليه وبيفك السلسلة من رقبته، فبيتحول الطائر لنار وبيطير وبيحذف لايفن ريشة من جسمه دي طبعا شكر ليه عشان حرره. فالحصان كانيو بيقوله انه مبسوط منه جدا عشان قلبه طيب وبيحس بالحيوانات، لكن كده الملك هيعدمه عشان حرر العنقاء. فايفن قال له انه هو هيدي الملك ريشة من بتاعة العنقاء عشان يثبت له انه عرف يصطاده. ولما بيرجع ايفن للقصر بيأمر الملك حراسه انهم يعدموه بتهمة الكذب وعدم تنفيذ اوامر الملك، فبيحكي له على كل اللي حصل وبوريه الريشة بتاعة العنقاء، لكن بيتفاجئ ان الريشة اتحولت وشكلها بقى عادي جدا، فبيضحك عليه سكان المدينة وبيطلب الملك من الجنود انهم ينفذوا حكم الاعدام فيه، لكن فجأة الريشة بترجع وتنور وبيظهر العنقاء وبينقذ ايفن، وبيشوفوا سكان المدينة وبيصدقوا ايفن طبعا في كل الكلام اللي قاله، وبيهتفوا باسمه على انه بطل لانه قدر يصطاد الطائر ده. فهنا بيتضايق الملك وبيضطر انه يرقيه عشان محدش من الناس ياخد باله انه بيكرهه، ومحدش يعرف انه كان عايز يتخلص منه. وهنا بنلاقي الملك والوزير بتاعه مجتمعين عشان يلاقوا خطة جديدة يخلصوا بيها على ايفن، وبيقول الملك الوزير ان الناس بدأت تحب ايفن وانه حاسس انه هياخد منه الحكم، فبيقترح عليه الوزير انه يكلف ايفن بمهمة جديدة وهو انه يبعته لملكة التلج عشان يقنعها انها تتجوز الملك، وانه اكيد هيفشل في المهمة دي لان ملكة التلج منعزلة في قصرها ومحدش بيقدر يوصل لها، وقتها هيقدر يتخلص منه ويعدمه. فبيكون معجب جدا الملك بالفكرة دي وبيكلف ايفن بالمهمة دي. وتاني يوم بيروح ايفن هو وكانيو لقمة الجبل، وبيكون قصر ملكة التلج هناك، لكن بيتفاجئ انه مقفول بباب سحري مصنوع من التلج، فبيعرف ايفن ان ريشة العنقاء هي اللي هتكون الحل لانها مصنوعة من النار، وبيتكسر فعلا باب التلج، لكن بيخرج مية كتير جدا من الباب وبيقع كانيو من على الجبل، ولحسن الحظ ما يحصلوش حاجة. وبعد كده بيدخل ايفن القصر وبيلاقي مجموعة بنات نايمين، وبيكون مش عارف مين فيهم الملكة، فبيلاحظ ان ريشة راحت على واحدة منهم، فبيعرف ان دي كريستي ملكة التلج، وبيقول لها ان الملك بعته هنا عشان يعرض عليها الجواز، فبترفض العرض بتاعه وبتقوله ان الملك ده لو شجاع كان جه هو بنفسه ما كانش بعت حد. وبعدها بتخرج من القصر وبتنط من على الجبل عشان تهرب من ايفن، فبينط ايفن وراها عشان ينقذها، وبيشوفهم كانيو فبيستخدم قدراته السحرية وبيطير وراهم وبينقذهم هما الاتنين. ولما بيجي الليل بيروحوا للغابة عشان يرجعوا المدينة، وبتكون كريستي نايمة، فبيلاحظ كانيو ان ايفن معجب بيها جدا، فبينصحه انه يبعد عنها لانها هتتجوز الملك، والملك لو عرف انه معجب بيها هيقتله. فبتصحى كريستي وبتسمع كل الكلام ده وبتستغرب من ايفن انه معجب بيها. وتاني يوم بيوصل المدينة فبيحتفلوا الناس بإيفن عشان قدر يعمل المهمة دي، لكن الملك بيكون متضايق جدا عشان قدر يرجع بملكة التلج، وهو ما كانش يقصد كده، كان عاوز يتخلص منه، وخايف محبة الناس لإيفن تهدد حكمه للعرش.
فبيضطر يديله مكافأة قدام الناس تاني، لكن إيفن بيكون متضايق لأنه بيحب كريستي وعايز يتجوزها. ولما بيروح الاسطبل بيقول لكانيو إنه هو عاوز يشوف كريستي، فكانيو بيقوله يشيل الكلام ده من دماغه لأن الملك لو شافه هيتهمه بالخيانة وهيعدمه. فبيتجاهل إيفن كلام كانيو وبيقرر يروح يشوف كريستي، وبيقف على الشباك بتاعها وبينادي عليها، ولما بتشوفه كريستي بتفرح جدا وبتبقى باين عليها ان هي كمان معجبة بيه وبتحبه، فبيديلها ايفن وردة علشان يعبر لها عن حبه. وفجأة بيخبط الحراس على باب اوضتها، فبترتبك طبعا وبتزوق ايفن من الشباك عشان محدش يشوف. ولما بتفتح الباب بتلاقي الحراس جايب لها لبس ومجوهرات وبيعرفوها ان الملك في غرفة الاجتماعات وعايز يقابلها. وبعد كده بتروح تقابل الملك وبتفكر في حيلة علشان ترفض عرض الجواز بتاعه لأنها حبت إيفن، فبتقوله إنها هتتجوزه بشرط واحد، إنه يجيب لها الخاتم السحري بتاع جدتها اللي ضاع من 30 سنة. فبيأمر الملك الجنود إنهم يجيبوا له إيفن، وبيكلفوا الملك بالمهمة دي، وبيقول إن المهمة المرة دي سهلة جدا وبسيطة، وهي إنه يجيب خاتم جدة كريستي. فبيوافق إيفن وبيروح للإسطبل علشان ينام ويستعد للمهمة دي، وبيكون كانيو قلقان عليه جدا لأنه لو ما نجحش الملك طبعا هيعدمه. وبيستخدم قدراته السحرية وبيكلم والده عن طريق التخاطر وبيسأله عن مكان خاتم جدة كريستي، فبيعرفه والده إن الخاتم موجود في بطن حوت على جزيرة قريبة من البحر. وتاني يوم بياخد كانيو إيفن على ظهره وبيطير بيه عشان يدوروا على الحوت ده. فهما بيتكلموا مع بعض بيفقد ايفن توازنه وبيقع في البحر، ولكن بيتفاجئ انه بيلاقي الحوت قدامه بس مربوط بسلاسل كتير جدا. ولما بيطلع ايفن من البحر بيلاقي الحوت ده بيعيط، فبيقول له كانيو انه من 30 سنه كان بيدمر كل السفن اللي بتعدي من هنا البحاره والقراصنه انهم يربطوه بسلاسل. فبيفكر ايفن شويه وبيقول له انهم لازم يساعدوا الحوت ده، فبيقول لكانيو انهم لازم يدخلوا في خياشيم الحوت عشان يخلوه يعطس، وبكده يقدر يتحرك ويفك نفسه من السلاسل وعشان يخرج كل اللي في بطنه وممكن يلاقوا الخاتم. فبيقتنع كانيو بالفكره دي وبينفذ الخطه وبيقدروا يحرروه. ولما الحوت بيمشي بيتضايق ايفن لانه ملقاش الخاتم، وبيفتكر انه بكده هيتعدم خلاص. فبيشوف واحده كابوريايه وهي معاها الخاتم وبياخده منها وهو فرحان جدا، وبيقرر هنا يدي الخاتم لكريستي ويتقدم لها هو للجواز. وبيجي الليل وبيرجع ايفن للقصر من غير ما حد يعرف، وبيروح لشباك كريستي عشان يدخل اوضتها ويتكلم معاها، ولكن لسوء الحظ بيشوف الوزير وبيكون فرحان عشان اخيرا هيقبض عليه ويتخلص منه. ولما بيدخل ايفن لحبيبته كريستي بيديلها الخاتم وبيعترف لها بحبه، وقبل ما يكمل كلامه بيجي الوزير والجنود وبيقبضوا عليه بتهمة خيانة الملك. فبتعيط كريستي عشان بتحب ايفن ومش عايزة تتجوز الملك، وبتروح الاسطبل لصديقه كانيو بتقول له على اللي حصل وان عندها خطة عشان تنقذ ايفن، والخطة دي هي انها تعمل وصفة سحرية عشان تخلي الملك يختفي، والوصفة دي هتحتاج ان الملك يستحمى في اناء فيه الخاتم السحري بتاع جدتها، ولكن تحسبا لا يخلي الملك ايفن هو اللي ينزل في الاناء بتحط خطة بديلة وبتقول له ان في حد فيهم لازم يدور على وردة الحياة والموت عشان يحطها في الاناء التالت، تحسبا لو ايفن هو اللي دخل الاواني التلاتة لان الاواني دي هيكون فيها مية ساقعة ومية سخنة وممكن تقتله، عشان كده وردة الحياة والموت هي اللي ممكن تنقذ ايفن. وبعد كده بتروح كريستي عشان تنفذ الخطة بتاعتها، وبتقول للملك ان هي هتعمل له وصفة سحرية ترجعه شباب مرة تانية، والوصفة دي هي ان ينزل في 3 اواني مختلفين، واحدة فيها مية ساقعة والاناء التاني فيه مية سخنة والاناء التالت هيكون فيه الخاتم السحري بتاع جدتها، واول ما ياخد الخاتم ويطلع من الاناء هيرجع شباب مرة تانية. فبيكون الملك مرتبك ومش عارف يقتنع بكلامها، وبيقترح عليه الوزير بتاعه انه يجربوا الفكرة دي على ايفن، وللأسف توقع كريستي بيكون صح، ولو ايفن نزل في الاواني دي هيموت طبعا. والحل الوحيد لانقاذه هو ان كانيو يجيب وردة الحياة والموت ويرميها في الاناء عشان ايفن ما يموتش. وبالفعل بيجيب الملك 3 اواني مختلفين
وبيقول للناس ان هو ملك طيب، وقرر يعفو عن ايفن لو هو خرج من الاواني الثلاثة من غير ما يحصل له اي حاجة. فبيزق ايفن في الاناء الاول اللي هو فيه مية سخنة، فبتحدب كريستي بسرعة الخاتم السحري بتاعها عشان يبرد المية لان هو من التلج وعنده قوة سحرية. وبعدها بيخرج ايفن من الاناء الاول للتاني، والتاني في مية متلجة، فبيجي طائر العنقاء وبيحذف ريشة من النار في الاناء ده وبينقذه قبل ما يتجمد. وبيروح ايفن للاناء التالت، وده اللي فيه الوصفة السحرية اللي هتخلي روحه تختفي، والحل الوحيد عشان يعيش انه يبقى في الاناء ده وردة الحياة والموت. فبيوصل كانيو الوردة وبتحذره انه يقطفها، ولو قطفها هيموت. فبيقول لها انه لازم ينقذ صاحبه حتى لو هو اللي هيموت وضحي بحياته من اجله. فبيقطف الوردة وبيروح بسرعة المدينة، فبيكون كل الناس فاكرين ان ايفن مات، ولكن بيوصل كانيو في اخر لحظة وبيرمي الوردة في الاناء. فبيخرج ايفن وهو سليم وبيفرح كل سكان المدينة انه لسه عايش. وهنا بيطمن الملك، فبينط في الاناء الاول علشان يتحول شباب تاني، لكن بيتحبس جوه فقاعة، والفقاعة دي كانت كبيرة بسبب سحر خاتم كريستي، وبيطير بعيد جدا. وبيهتف الناس في الوقت ده باسم ايفن، وبيقرروا يخلوه هو الملك، وبيكون فرحان جدا اول ما بيشوف حبيبته كريستي. فبياخدها وبيروح الاسطبل عشان يدور على صديقه كانيو، ولما بيلاقيه بيقول له كانيو ان هو خلاص هيموت لان وردة الحياة والموت حذرته انه لو قطفها هيموت. فبتقول له كريستي ان هو مش هيموت لان الوردة كانت بتختبره ان هو يستحق الحياة ولا لا. وبيكون نجح طبعا في الاختبار لانه قرر يضحي بحياته عشان صاحبه. فبيفرح ايفن وكانيو انه مش هيموت، وبيقرر يتجوز حبيبته كريستي ويكمل حياته معاها. وبكده يكون خلص فيلم النهاردة. وتنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيلم جديد.